ده بدنا نرجع نقول مبروك للبنان، مبروك للموارنة بإعلان تطويب المكرم البطريرك إصطفان الدويهي، والشكر الأكبر لحامل الملف، حامل دعوة التقديس، قدسين الأب الراهب اللبناني الماروني الأب بولس أزي. بدنا نقول لك يعطيك العافية، وشكرا. ودايما دايما منك بتجي الأخبار الحلوة. يعني إذا منعد من تسعينات أو آخر التسعينات لليوم، أنت وجه الخير للبنان، ما فينا نقول أكثر من هيك. ويعطيك العافية أبونا، ويطول بعمرك وتضل تحملنا هالقصص الحلوة. طول عمركم، صباح الخير عبدو، صباح صباح النور. الخير نتالي، وصباح الخير لجميع المشاهدين وخاصة محبي البطريرك إصطفان الدويهي. أكيد نحن أكيد على موعد مع كل المؤمنين ومحبي البطريرك إصطفان الدويهي باثنين اب الساعة 6:30 ببكركي. نعم. بدنا نقول لهم اليوم للمؤمنين ولمحبي البطريرك الدويهي في لبنان والعالم، بدنا نقول لهم أول شيء شكرا على صلاتكم ومرافقتكم لهالدعوة، وخاصة بدنا نذكر صغرتا ورئيس صغرتا وأهدن ومحبي البطريرك الدويهي في لبنان والعالم اللي هن كتار. نعم. بدي أقول إنه الكاردينال اللي شايفينه قدامكم هذا رئيس مجمع القديسين مارشيلو سيميرارو، قطع التيكت بطاقة تبع 2 اب يعني تيجي يحتفل بالتطويب البطريرك الدويهي، صارت بايده هو ومرافقه جون باولو ريتسوتي. وهو مستعد جاي على لبنان من كل قلبه، بحب لبنان واللبنانيين، وهيدا فرح كبير ونعمه كبيره لنا. نعم. وحيينا بفيديو بحي اللبنانيين، رح نسمعه بس قل لي شو بقول بالتلياني. هيدي نعمة كبيرة نسمعه بترجع بتترجم لنا يا ابونا. بطرك مثل بطرك الدويهي طباوي جديد. اكيد هذا اللي كان عم بيقوله بالتلياني. خلينا نسمعه، نرجع نشوف شو قال باللغة التليانية. يلا خلينا نسمع. أكيد. الكاردينال اكيد firma del Santo Padre sul decreto per il miracolo del servo di Dio apre ormai la strada alla beatificazione. Il miracolo è un dono del Signore, è una grazia che il popolo cristiano accoglie con gratitudine, ma anche impegnandosi di aiuto, di sguardi di benevolenza. Il Libano ha bisogno, come d'altra parte tutta la nostra terra, ma la misericordia e l'aiuto del Signore sia per questo popolo e la prossima beatificazione sia anche un motivo di incoraggiamento e di impegno. ترجمة لك ابونا. تفضل ابونا، شو قال بالتلياني؟ ريتا نصور مش معنا، لو معنا ترجمت هي نستعين فيها. عمليا للحقيقه انا ما سمعته مباشر، بس بدي اقول لك انه سؤال انه اول شيء حكي عن اهميه الاعجوبه، اعجوبه البطريرك الدويهي. هيدي الاعجوبه اللي ثبتها البابا، وهي بتاهل البطريرك إصطفان الدويهي الا تطويب، الا بتنقله الى مرحله تطويب، لانه حسب شروط الكنيسه الجامعه وقوانين الجامعه من بعد ما اعلنوا فينيرابل يعني 2008 للبطريرك إصطفان الدويهي، اليوم بواسطه هالاعجوبه واكيد بموافقه قداسه البابا فرانسيس ننتقل الى مرحله جديده، مرحله التطويب. نعم. وعم بيقول انه بشجع اللبنانيين وبرسل لهم سلامات الحاره، وخاصه انه لبنان يكون بامان وسلام، لبنان بامس الحاجه الى طباوي جديد والى تطويب البطريرك الدويهي. اكيد ان شاء الله أبونا يكون هالنعمه الكبيره، نعمه تطويب البطريرك الدويهي، سلام وامان لنا وبالشرق. وهيدا البطريرك الدويهي هو مناره الكنيسه، مثل ما عمل مناره الاقداس، مثل ما عمل منارة القداس ووضع لنا أسس إيمانية وأسس لتورجية، وخاصة القداس الماروني المنقدسه. بدنا نرجع دايما للبطريرك الدويهي، بتأمل أنه يكون منارتنا جميعا حتى نروح مثل ما راح هو صوب القداسة وصوب النعم، نعمة كبيرة للبنان وللعالم. وخاصة بدنا نطلب شفاعته اليوم بعيد بار يوسف، فنطلب شفاعته للبطريرك الدويهي وعيد مع عيد مار يوسف لجميع المتألمين والمرضى وطالبي الشفاعة. وبدي أقول لمحبي البطريرك الدويهي لبنان والعالم أنه لازم يهيوا حالهم لـ 2 آب القادم
لتطويب البطريرك إسفان فرحة لبنان الآن الساعة 6:30. نعم. احنا اليوم عم نحكي عبدو بشكرك انا للحقيقة وبشكر الاو تي في وبدنا نقول لك انه تهانينا لبرنامجك وتهانينا للاو تي في وتهانينا لمحبي البطريرك الدبي في لبنان والعالم. اكيد ابونا بس خلينا نوضح بس يعلن يعني خلال الدس الاحتفالي باعلان البطريرك الدبي طوباوي تبدا بهذه اللحظه فتح الملف التقديس، يعني اذا حدا صار معه اي نعمه لازم دغري يسجلها. اكيد اعتبارا من 2 آب. اكيد وقت اللي نحن الاحتفال استاذ عبدو الاحتفال ببلش اول بدايه الاحتفال بدايه القداس ببلش باعلان تطويب البطريرك الدويهي برساله بابويه تقرا من قبل الكاردينال ايتي ماسي البابا مارشيلو سيميرارو رئيس مجمع القديسين ومن ساعتها من هالدقيقه من دقيقه الاعلان وستتم اعجوبي بتكون هالاعجوبي هي مجال للتقديس وهي الاعجوبي المطلوبه لتقديس البطريرك الدبي ان شاء الله ربنا يعطينا اياه عن قريب قديس وتكون اعجوبته مثل اعجوبه الحرديني لانه كلنا بنعرف انه ب 98 الحرديني بس كان البابا يوحنا بوس الثاني عم بيقول وضع اسم الحرديني بين الطباويين في الكنيسه كان الحرديني عم بيعمل اعجوبي على قبره ومن صحيح هذا الانترنت بلبنان اكيد ابونا في كثير تحيات لك وتحيه خاصه مثل ميزك هذا الصوت عم يطول ان شاء الله تكون المرحله بتامل انه نقدر نعرف شو نتيجه مرحلة القداسة مبروك لكم وللبنان شكرا ناتالي كانت عم بتقول لك في لك كثير تحيات خاصة من تلاميذك بحيوك يا ابونا طول عمرهم اكيد اكيد انا كمان بحيون للتلاميذ لانه جماعة مؤمنين طيب. ومحبين صار فينا نعرف مثل ما كان الدويهي رجل علم ورجل تقوى ورجل ايمان اني كذلك اليوم بالعلم ربنا يوفقهم ويكون معهم ويوفق كل تلاميذ لبنان. ابونا بول باخر سؤال صار فينا نعرف اسم اللي صار معه نعمه الشفاء ومن خلال هذه النعمه اعلن تطويب الدويهي شو اسمه؟ اكيد روزيت زخيا كرم هي ابوها بالدويهي بس هي من بيت زخيا وجوزها من بيت كرم. غير طويله يوم صار مع الاعجوبي كان عمرها 56 سنه إيه؟ واليوم بظن انه اليوم هي عم تعطي شهادات واكيد صرنا نعرف اسمها ولازم نسمعها لانه هي من صغرها كانت عم تصلي للبطريرك الدبي قبل ما تصير مع الاعجوبي اول مره تعلن عن الاسم صح؟ المرض بولي ارتيز سيرو نيجاتيف هي حصلت على النعمه بطربات البطريرك الدبي اللي اخذتهم من تحت تمثال البطريرك الدبي في ايدي ان شاء الله اول مره بتعلن عن الاسم شفاء كل المرضى ابونا هي اول مره بتعلن عن الاسم انا للحقيقه طلب الاسم بس ما كان لنا حق نقوله هي اول مره يعلن حق نقوله هلا صار فينا نقول الاسم لانه ثبتها قديسة بابا الاعجوبي وخاصه يعني ب 14 شهر كان نهار فرح لنا وقرع اجراس وان شاء الله بدل فرح للبنان ونقرع اجراسنا فرح وتكون بشرى سعيده بجو هالحرب وبجو هالغيوم الملبده فوق لبنان شكرا لك سلعت الدويهي ومار يوسف يكونوا معكم ومعنا ومع المؤمنين ومحبين البطريرك الدويهي شكرا يا ابونا يا عزيزنا الاب بولس ازي طالب دعوه البطريرك الدويهي مره جديده بنشكرك على كل اللي عملته وعم تعمله للبنان وبترفع اسم لبنان عالي تعبك وجهودك اكيد عند ربنا لانك عم تعطينا الامل عم تعطينا الجمال الديني عم تعطينا الاشياء الروحيه الحلوه يلي بنمجد من خلالها ربنا من خلال القديسين وكل واحد منا هو مشروع على طريق القداسة شكرا لك ابونا بول شكرا أبونا. على كل تعبك تبارك الله في القديسين والله يبارككم ويكون معكم شكرا ميرسي كثير لك تي في ميرسي اهلا وسهلا بدنا نعيد ميرسي ابونا